مهما طالت المسافات وتقدمت الأعمار وتغيرت الأجيال، تبقى فلسطين حاضرة في كيان جميع الفلسطينيين حول العالم، والعلم والتعريف بتاريخها وقضيتها وحقوق شعوبها فرض عين يتوارث تطبيقه على ما يبدو. هنا في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة كييف نظمت فعاليات يوم للثقافة الفلسطينية بما تحتويه من مختلف ألوان الفن والعادات والفولكلور. في الحقيقة النشاط هذا له شقين. الشق الأول هو محاولة تعريف أبنائنا الجيل الثاني والثالث عن قضيتنا الفلسطينية وعن فلسطين. الشق الآخر هو أن نكون جسر ما بين شعبنا الفلسطيني وشعبنا الأوكراني، نوصل بعض المعلومات عن فلسطين حتى نبين حقيقة معاناة شعبنا وطريقة عيشه. الجيل الثاني والثالث من الفلسطينيين في المهجر إذن هدف رئيسي لمثل هذه الفعاليات، فواقع اتصال هذا الجيل بفلسطين ليس قوياً ووردياً كما تسوقه غالباً وسائل الإعلام. في الواقع في أوكرانيا الجيل الثاني والثالث علاقته للمؤسف أضعف من الجيل الأول أكيد، ولكن اليوم الجالية تعتبر المهمة الأولى إعادة نشر ثقافة فلسطينية لإعادة وصل هاي الأطفال بأبناء شعبنا في الداخل. مثل هذه الفعاليات كثيرة في أوكرانيا التي كان العام 2017 مخصصاً للثقافة اليابانية فيها، وقبل أسابيع قليلة شهدت أياماً للثقافة الكويتية، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات المتصلة بعدة أعياد ومناسبات حول العالم. التعريف بالثقافة فرصة مهمة للتقارب بين الشعوب وفهم الكثير من تفاصيل وأنماط الحياة لديها، وكذلك لدحض الكثير من الشبهات المرتبطة بها، كتلك التي تقول إن تعلم العربية يقود إلى الزواج من عربي أو إلى الإسلام. من خلال اطلاعي على التفاصيل أيقنت أن مكان المرأة العربية ليس في البيت فقط، بل في كل مكان ممكن، وأنا أعرف كثيرات منهن على درجة عالية من العلم والكفاءة والنشاط. أجواء ابتهاج ومشاعر إعجاب فرضتها الدبكة الشعبية على الحدث، فهذا الفن بحد ذاته لغة مشتركة بين الشعوب، وألحانه تعطي الأمل للجميع حتى وإن تعاظمت التحديات. فلسطينيو أوكرانيا يؤكدون تمسكهم بالتاريخ والقضية والحقوق كما يقولون، وأبنائهم متمسكون بحب فلسطين وحب أوكرانيا التي ولدوا ويعيشون على أرضها. أحب أوكرانيا لأني ولدت فيها وأمي أوكرانية، وأحب فلسطين لأن والدي منها. صفوان جولاق، إياد ستيتيا، UATV.